سخلي زاوية، مرحبا بك. وبك. اليوم على اثر معناتها فما عديد تسريبات قاعده تخرج فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي الجديد من طرف السيد علي العريض رئيس الحكومه المكلف. حبينا نعرفوا اليوم عن طريقك انت كوزير الشؤون الاجتماعيه موقف التكتل مما يحدث. دونك حبينا نعرفوا، هل تعتبرون في حزب التكتل ان مبادره حمادي جبالي كانت مجرد امتصاص للغضب، خاصة على إثر حادث اغتيال شهيد شكري بالعيد، وهل كانت من خلالها حركة النهضة تبحث على إدخالنا في مرحلة جديدة من الانتظار؟ فيما يخص مبادرة السيد حمادي جبالي، هي وجهة نظر متاعه قديمة وعبر عليها في بعض اللقاءات حتى منذ شهر ديسمبر 2012، انه قال كان فشلنا نشوفوا كيفاش حكومه كفاءات غير متحسبه، وماش ما نتصورش اللي جات معناها هكا كرده فعل انيه على حدث اغتيال شهيد شكري بالعيد. هو احنا كان معانا لقاء يوم 5 فيفري، عدينا معها صبحية حزب التكتل، وفد من حزب التكتل ومن التحالف الديمقراطي ومن المؤتمر من أجل الجمهورية، وقلنا وقتها نتناقشوا حول التحويل الوزاري، قلنا راهو الاقتراحات بتاعكم كلمة حركة النهضة المكتب التنفيذي اجتمع يوم 5 فيفري مساء كان ما يوفقش، قال يمكن ننظر في حكومة كفاءات غير حزبية. ويوم 6 فيفري وقع الاغتيال، فهو خذ قرار مباشرة بعد الاجتماع قبل معناها مع حركة النهضة، اللي ما بقاش تجاوب ما بين مقترحات الأحزاب الثلاث وموقف حركة النهضة. فما نعتقدش أنها مناورة معناها بالشكل هذا، لأنه ما تخرجش معناها هكا. اللي كان نجم يكون يتبادر للذهن انه بعد المنعرج الخطير اللي عاجت البلاد، انه واحد يقول حكومه وحده وطنيه ولا حكومه انقاذ وطني، اما بالشكل التقني معناها انا حكومه كفاءات وطنيه، هذه معناها راهي وقع التخمين فيها من قبل، ما تجبش تكون رده فعل هكا مباشره انيه. ثم معناها في مجلس الوزراء اللي انعقد يوم الاغتيال، فتني قلنا اللي باش يقترح الحكومه حكومه الكفاءات في مجلس الوزراء انه يرى انه هذا اللي مكن البلاد من تفادي احتقان كبير. اليوم سي خليل، خلينا نقولوا اللي راي العام يحب يعرف وين وصلت المشاورات والمفاوضات مع السيد علي العريض رئيس الحكومه المكلف فيما يتعلق بالتشكيل الوزاري المنتظر. هو لازمنا نفهم اللي المبادره نتاع سي حمادي جبالي حتى تسقف عالي في بخص تصور الحكومه. علاش حتى تسقف عالي؟ مش معناها هي افضل حل لا في المطلق، وانما هو الحل اللي يمكن من افضل توافق وطني حوله. يعني حكومه الكفاءات مش معناها بالضروره باش تنجح، معناها مش هذا متاكد معناها، او حكومه فيها معناها مختلطه معناها وزراء متحزبين وزراء معناها غير متحزبين، تنجم تزيد كيف تنجح. لكن في مستوى قبولها، القبول معناها افضل اقتراح هو بتاع سي حمادي جبالي. فبالتالي الحكومه اللي يحب يكونها سي علي مكلف سي علي العريض باش يكونها، هي معناها باش يقع النظر لها ديما مقارنه باقتراح سي حمادي جبالي. يعني لازم اول حاجه يكون فيها تغيير معتبر مهم، وانه الحكومه تكون متوازنه ما بين الوزراء الكفاءات والوزارة الغير متحزبة والمتحزبة، وكذلك داخل المنظومة معناها الوزراء المتحزبين ثم توازن. مش بالضرورة أن كل حزب عنده نفس عدد الوزراء، لا مش هذا معناه، وإنما معناها الأمور تقرب بعضها، ما تبقاش حزب عنده 10 وحزب عنده 1، هذه أعطيتك صورة معناها.
ولما يبدأوا قراب لبعض مش هكاك تعطي صورة متاع أنها حكومة واسعة، وهذا باش تمكنها باش تكون أنها حكومة واسعة، يعني أنه تحاول أنها تخلق وفاق داخل المجلس الوطني التأسيسي ويقع القبول بها. يعني نقول القبول مش الرضا، هذا الهدف. وهذا المبدأ متاعنا، وكذلك عندنا من المبادئ متاعنا هو أنه معناها فما البرنامج للحكومة، معناها هو التوجهات الأساسية للحكومة، وهي معناها بالأساس عندنا فيما يخص الحوكمة هي إعادة نظر في التعيينات، يقعد بالخصوص على مستوى الجهوي والمحلي فيما يخص الولايات، نعتبره معناها فيها وقعت فيها أخطاء ضروري النظر فيها. احنا مش نقولوا بالضرورة معناها مراجعة شاملة معناها، وإنما معناها تكون ثم هيكل نتفق عليه ليكون هو معناها مكلف، مش أنه كان ثم معناها خلل في موقع ما يقع النظر فيه ويقع تغييره ونتفقوا على المبدأ هذا. كذلك مسألة العنف لازم تكون الأمور واضحة، أنه الدولة هي الطرف الوحيد المكلف ب معناها باستتباب الأمن وبالأمن، وهو مسؤول على الشيء هذا، ومعناها كل الميليشيات وكل المجموعات معناها يقع حلها اللي ليست لها معناها وجود قانوني هنا. سي خليل، اليوم فيما يتعلق مثلا بالتعيينات الولايات والمعتمدين وغيرهم، مثلا ناخذ كمثال التحالف الديمقراطي في شخص محمود البارودي كان أكد لي في الصباح أنه غير التحالف غير معني بالتشكيل الحكومي المنتظر، مش يشارك في الحكومة الجديدة اللي على رأسها سي علي العريض، وذلك على خاطر لم تقبل حركة النهضة بمراجعة التعيينات، ما أبدتش حسن استعداد لمراجعة هذه التعيينات من جهة، وما أبدتش زاد استعدادها لتحييد وزارة السيادة اللي هو مطلب التحالف أثناء المفاوضات. نعرفوا اللي التكتل من أجل عمل الحريات عنده خلينا نقوله نفس المطالب اللي هي مراجعة التعيينات وأيضا المضي في تحييد وزارة السيادة. دونك اليوم هل يمكن اعتبار التكتل معني بالتشكيل الحكومي المنتظر؟ أنا ساعة الخبر الذي سمعته من عندك توا من عند سي محمود البارودي، لأني التقينا بسي محمد الحامدي يوم الأحد يعني البارحة، وما كانش وجهة النظر نتاعو احنا غير معنيين، وإنما عنده معناها إحساس بأنه حركة النهضة مش باش تلبي المطالب هذه. قال لقاء مع حركة النهضة البارح العشية، كان لقاء مطول وتجدد فيه النقاط هذه معناها، وإحنا عبرنا على موقفنا أنه عندما نقول نحيد مش باش نختار اللي يجي، يلزم الصورة اللي تعطى للحكومة وأنه اللي تم تعيينه بالفعل هو محايد. معناها وقت تعرف انت حتى الاحزاب السياسيه الكل ثم عندها شخصيات قريبه لها لا تنتمي لها ولا ما تتحملش عمر ما تتكلم، لكن قريبه لها معناها تكون معناها قريبه لها وتعيش حالها معناها امثله معناها، وكانت تقول تو تسمى سي احمد المستيري تو يقولوا التكتل معناها، فرغم سي احمد المستيري معناها ما عندوش علاقه عضويه مع التكتل وانسان حر ومستقل، لكن هذه الصوره اللي باش تعطى معناها هذا النقطه الاولى. والنقطه الثانيه النظر في التعيينات، احنا لقينا بدايه استعداد لحركه النهضه وسي علي العريض بالقبول بالمبدا هذا، ونتمناو اللي النقاش يفضي الى الاتفاق حول النقطه هذه. يعني معناها هذا معناها ثم عمليه مخاض قاعده تقع، نتمناو انها باش توصل، واحنا في صوره ما اذا ما توصلش بطبيعة الحال مانيش باش نقبلوا بالاشياء هذه، فهمتني؟ لكن على الاقل نقولوا جربنا، حاولنا ان لانه لازم الانسان يتحلى بمستوى من المسؤوليه في الوضع الحالي في البلاد، ما تكونش معناها البلاد في وضع معناها غير مستقر وحكومه معناها تصريف اعمال يعني مش معناها مش بالمعنى الحقيقي، لكن وضع غير مريح معناها. نشتغلوا كحكومة عادية معناها، والقانون يقول نشتغلوا كحكومة عادية، لكن ما تنجمش فما أشياء ما تنجمش تبرمجها باعتبار أنك ما تعرفش التحويل الحكومي وقتاش باش يقع، فهمت؟ هما يقولوا الإعلان على نتيجة المشاورات والمفاوضات فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي سيتم يوم الأربعاء، يعني من هنا من اليوم الأربعاء وقتاش نجموا نعرفوا الموقف النهائي والرسمي لحزب التكتل من أجل العمل والحريات فيما يتعلق بالمشاركة من عدمها في التشكيل هذا؟
والله بصراحة المسألة سي خليل خاصة أنه مؤخرا وخلينا حتى نقول اليوم العديد معناتها يتداولون ويحكيوا على أنه التكتل بنسبة 70% لن يكون معني بالتشكيل الحكومي المنتظر. والله احنا والمفاوضات احنا البارح قدمنا رؤيتنا بالتدقيق ولات امور عمليه معناها اسماء وهذا نقبل وهذا ما نقبلوش هذا في البلاصه الفلانيه هذا مش معناها هذا ال... هذا ال... الواحد كان وصلنا الى اتفاق ما نعرفش وقتاش نوصل لاتفاق معناها هو في الحاصل لازمنا نوصل لاتفاق الى حدود يوم السبت معناها يوم السبت يزب... معناها هذه الاسبوعين معناها ينتهي 15 يوم بالاعلان على الحكومه التكليف لمدة أسبوعين. دونك لازم يوم السبت. معناها نتمنوا أنها نوصلوا لأنه المهم مش البقاء في المقاعد. المهم هي البلاد تتقدم. احنا كنا مستعدين أنه نتخلاو على جميع المقاعد. احنا مساندين مبادرة تاع سي حمادي جبالي. يعني وزارات تكتل كل باش يغادروا. احنا مش واحنا أول من أعلننا ومن سندنا معناها مبادرة حمادي جبالي. فالمسألة مش بتاع مقاعد ولا باش ناخذ حصة أكثر ولا هنا مش هنا المسألة. مسألة حبوا معناها حكومة تطمن المسار الانتقالي الباقي في المرحلة هذه. سيخلين نجموش نعرفوا شنية أبرز نقاط الخلاف إلى حد الآن فيما يتعلق بمحادثاتكم مع حركة النهضة. هي هذه أبرز نقاط الخلاف هي معناها التحديد الفعلي وأنه نتفق على الشخصيات اللي باش تتحمل وزارات السيادة وأنه الشخصيات هذه تكون معناها بالحق تعطي صورة متاع الاستقلالية معناها فهمتني؟ ثماش واحد محايد هو في وزارة الداخلية ثماش إنسان محايد لا نوتراليتي سا نكزيستو با معناها حتى سويسرا ماهيش محايدة أما نشوفوا معناها الشخصية المستقلة واللي تكون كفءة معناها ونتفقوا عليها وكذلك معناها نشوفوا التوازن العام للحكومة الصورة العامة للحكومة كان باش نعملوا حكومه جديده ولا باش نعملوا تحوير وزاري ما لازمش الصوره تكون انه تحوير وزاري يعني مثلا 80% من الوزراء يقعدوا هذا يمكن ما يفيش بالحاجه ما نقعدوش ندخلوا في نحملوا حكومه جديده وبعد بشهر ازمه اخرى معناها فضروري انه نمشي في المسار هذا انا سي خليل اصراري يجي من جانب انه انتم سيادتكم اقرب للكويزين انترن نتاع الحكومه اليوم دونك خلينا نقولوا بنسبه مئويه اليوم التكتل من اجل العمل والحريات كيف يرى مستقبل هذه الحكومه التي سيكون على راسها رئيس الحكومه علي العرايض لا معناها بالصراحه لا يمكن معناها الاعطاء معناها الواحد احنا معناها اللجم يقول لك احنا معناها صارمين في مطالبنا معناها ثم مطالب اللي اليوم يلزمها تتلبى كان ما تتلباش احنا يمكن ان 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 نغادر التشكيله الحكوميه مانيش معناها باش نقول النسبه وهذه تقديرات معناها ما يوم 5 فيفري حركه هذا ماهيش قابله تحييد وزاره السياده اليوم قابله دونك معناها تغير ثم متغيرات معناها إذا كان نمشيو في فرضية المغادرة، إذا ما غادر حزب التكتل من أجل العمل والحريات الحكومة، هل يمكن اعتبار ذلك نوع من التملص من مسؤولية الفشل بصفة عامة، فشل حكومة حمادي جبالي؟ فشل الحكومة الحالية معناها؟ الحكومة الحالية. معليش التملص مسؤولية، هو اللي باش يقع الحكم على الحكومة الحالية مش يقع عليها الحكم مش تملصوا من ايش؟ معناها في بالك معناها اللي من غدوا باش يقولوا راهو الحكومة كانت فاشلة واحنا مش منا احنا، لا هذا مش من شيم التكتل أول حاجة، ثاني حاجة أنا ما نعتقدش ولا تو التاريخ يثبتوا الوقاعة تثبتوا معناها اللي الحكومة هذه قامت بإنجازات وإنجازات كبيرة. واللي يزيد ياكد لي الكلام هذا هو العديد الاطراف اللي تتصل بينا وتقولنا من فضلكم اقعدوا في الحكومه. اطراف سياسيه واجتماعيه. تقول احنا معناها عندنا ثقه فيكم وماذا بينا تقعدوا في الحكومه. وهذا دليل على مستوى الثقه اللي موجوده في التكتل. تو نشوفوا كي التكتل اللي غادر الحكومه البلاصه تظهر. في اطار تقييم عمل الحكومه الحاليه يعني في نفس هذا الاطار خلينا نقول شنو ما ابرز النقاط السلبيه اللي عطلت عمل هذه الحكومه وما خليتهاش تقدم لقدام وما خليتكمش انتم زادة من موقعكم في الحكومه هذه انكم تحسنوا من ادائها ثم
السبب ثم نوعين، ثم الأسباب الموضوعية العامة هي وضع ثورة ساعة مش مسهلش الأمور، إنه المطالب تكون سقف بتاعها مرتفع جدا وتخلنا على وضع بتاع اعتصامات مفتوحة وتعطل بتاع حركة اقتصادية والسياحة، هذا كله معناها. وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية اللي تأثر على الاقتصاد التونسي بالخصوص الوضع في الاتحاد الأوروبي أول شريك عندنا، وهذه الوضعية معناها. وأنه أثر الانتخابات زاد كذلك وقعت مباشرة الإعلان على أنه فما جبهة معارضة، هي المعارضة تكونت قبل الحكومة في بعد الانتخابات من الحواج الغير مرتقبة. احنا نذكروا طلبنا بتكوين ودعينا لتكوين حكومة واسعة تشارك فيها الناس كل، هكذا معناها في المرحلة الانتقالية المعارضة تنجم تكون أو الاختلاف يكون داخل مجلس الوطني التأسيسي حول الدستور وليس حول تسيير البلاد، لأنه هذا الأشياء الموضوعية اللي خلت الوضع يتعقد. الجانب الثاني قمنا معناها فما أشياء اللي حقنا قمنا بهم وكانت تتسهل العملية. أول حاجة هي معناها المسار الثوري، العدالة الانتقالية إلى حد الآن ما انطلقتش، رغم اللي ينظر كيفاش وقع تسيير الأمور والحوار اللي وقع معناها بين المجتمع المدني في صياغة القانون، المكونات المجتمع المدني الكل تبارك وتقول حاجة باية، لكن طول برشا عام مش خرجوا قانون. هل يمكن اعتبار حركة النهضة نقطة ضعف هذه الحكومة؟ هل يمكن اعتبار حركة النهضة، خلينا نكون بطريقة صريحة أكثر، هل يمكن اعتبار حركة النهضة كمكون من مكونات الترويكا هي نقطة ضعف لهذه الحكومة؟ أنا مختلفة، لأنه كي تقول أنت حركة النهضة في الحكومة ثم وزراء، ثم وزراء من حركة النهضة قاموا بالواجب نتاعهم معناها ما فيش حتى شك في هذا، وفما وزارات ما كانتش حتى مش من حركة النهضة معناها، فما وزارات ما مشاتش. لكن خلينا نشوفوا للسياسة العامة، كنشوفوا بالوزارة تختلف التقييم، كنشوفوا السياسة العامة اللي هي تأثر معناها السياسة العامة النقاط السلبية هي أنا بديت لك قلت لك العدالة الانتقالية مسألة المحاسبة هذه ما انطلقتش، وهذا كذلك عندنا الجانب الاجتماعي اللي هي مقاومة غلاء الأسعار بقدر ما كان ثم تحسن أو نجاحات نجم نقوله في الـ معناها الزيادة في الأجور المفاوضات الاجتماعية، بقدر ما معناها الجانب الآخر ما كانتش معناها نقوله مش ما نجحناش بما فيه الكفاية، حدينا من الـ 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 معناها زيادة في الأسعار التضخم. لكن لو مازالش العباد تحط في بالها راهو اللي عام 2010 تضخم 5%، أنا من وقت بن علي وقت كانت الأمور ما فماش لا انفلات أمني ولا حدود معناها مفتوحة ولا تهريب، وكان تهريب كنترولي جماعة تهرب والعائلة تهرب وكذا هو اللي هربوا أنا، وكان 5% تضخم 5% بالأرقام الرسمية آنذاك، نعتبره الأرقام الرسمية آنذاك اللي هي الناس كل شك فيها، وإحنا نقوله 6% وستة ويش في المية معناها في الشهر الفارط، معناها هذا نسبي معناها باقي ينسب الأمور واحد. كذلك وأنا أعتقد اللي من الأشياء اللي معناها الحكومة ما حققتش فيها نجاحات هي عدم قدرتها على الانفتاح على الآخرين. صحيح أنه في الآخرين مطالب البعض من المطالب كانت معناها مشتة، وساعات مطالب اللي بالعاني للتعجيز ومن نوع ديجاج، وهما قالوا من جانفي اللي الحكومة مشت 3 أشهر هذه تقالت معناها، والناس معناها بدأت تعتصم ضد الحكومة من قبل تتكون الحكومة، من قبل تسلموا المسؤولية، هذا زاد ناخذوه بعين الاعتبار الوضع هذا معناها. لكن كان واجب أنه نفتحوا أكثر ويقع حوار أفضل من الشكل هذا، يمكن كان
يفك الاحتقان. هذا النقاط السلبيه. كذلك الاشياء الاخرى اللي كانت سلبيه هي التعيينات اللي معناها عديد التعيينات اللي كانت ما 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 اختيارات مبنيه على الولاء الحزبي، وهذا ما كانش عطاء صوره ايجابيه للحكم في الفتره السابقه. وهذه من الاشياء اللي رغم احنا اعترضنا عليها وحاولنا وكذا، لكن معناها وقعت. هي راهو مش تسميه الكل، اما التسميات الأساسية اللي هي معناها بالخصوص في الولايات والمعتمدين اللي تعطي صورة معناها الحقيقية، وفي بعض الـ كذلك في بعض المؤسسات العمومية اللي معناها ما كانتش معناها مبنية على الكفاءة 100%، واللي المؤسسات العمومية هي معناها تكون الكفاءة هي المعيار الأساسي أو يكاد يكون الوحيد معناها. والنقطة الأخيرة اللي هي نقطة الأمن، أن الدولة ما استرجعتش هيبة الأمن متاعها، وأن هي الممثل معناها المسؤولة الوحيدة على الأمن، وما قدرتش أنها تأمن النشاط السياسي 100%، واللي هذا وقع معناها عملية مش بقوله التتويج، لكن الذروة متاعها هي معناها الاختيار السياسي. الدولة مش مسؤولة على الاختيار السياسي، لكن مسؤولة على الأمن. نجم حتى كان تعمل الأمن 100%، شوف حتى في بلدان ديمقراطية رؤساء أمريكا تقتلوا معناها، معناها ما كثرش من الامن نتاع الامريكان معناها. لكن معناها يلزم يرنوا المجهود، معناها يكون ثم مجهود فعلي، وثم كان ثم معناها تحدث حادثه كبيره راهو هذاك معناها تجاوزت القدرات نتاع المعقوله معناها. الحادثه نتاع السفاره الامريكيه زاد كذلك معناها هزت صوره هيبه الدوله، ومعناها الظواهر الجمعيات اللي باسم حماية الثورة والدفاع عن الثورة معناها تمارس في معناها كهياكل موازية معناها، وخلقت إشكالات وخلقت إشكالات للحكومة حتى مع الأطراف الاجتماعية، واللي وقع مع اتحاد العام تونسي الشغل معناها دليل على أنها الحكومة ليست لها ماهيش طرف في المحدث، لكن المجموعات هذه خلقت لها إشكال وخليت صورة السلطة تهتز، وهذه من أولويات الحكم في الفترة القادمة. يعني فما العديد يطالبون بحل هذه اللجان وبحلها القانوني، اليوم شنو موقفكم أنتم كحزب تكتل من أجل العمل والحريات من هذه اللجان؟ هو حل اللجان والجمعيات ما يكون كان قانوني، ما يكونش في زمناش نعاودوا بن علي معناها، هذه اللجان موجودة ويلزم حلها بالطرق القانونية معناها. احنا كل من تجاوز القانون، كل جمعيه تجاوز القانون ضروري انها يقع حل. هل تقرون بانهم تجاوزوا القانون؟ لا، في الذين تجاوزوا كعندي هم 16 راهو عندهم تاشيره، راهو ما غلطوش، هم 16 عندهم تاشيره. ال 16 هذوما مش بالضروره كلهم تجاوزوا. فما لجان حمايه الثوره اللي ما يمكن ما في الكاف ولا في ما سمعناش عليهم قاموا باشياء مثلا. دونك معناها هذو من الوحده، هي واحده في سليانة دوما تكونت حلت نفسها معناها. معناها هذا كل من ثبت تجاوز فهو حل. ما نحبوش ناخذوا حاجه سيستماتيك اللي يقول اي سي دي اللي كل ما اسمه لجنه حمايه الثوره يلزم يتحل. هذا لا، انا اقول اللي اسمه لجنه حمايه الثوره وقام تجاوز قانوني يقع حل. حسب علمي انه ثم ملف تحل فيما يخص الرابطه الوطنيه لحمايه الثوره. معناتها تشوفوا لهذا كافي فيما يتعلق بتعامل الحكومه مع لجان حمايه الثوره ومع الاحداث اللي صارت في بلادنا من تطاوين من مقتل لطفي نقذ الى ما غير ذلك؟ معناتها تشوفوا لا، هو الوقاع في تطاوين واضح، الملف عند القضاء وثم ايقافات وثم حل جمعيه، شو اللي تحبنا نعملوا اخر؟ فما اطراف من ترويكا خلينا نقولوا لحزب المؤتمر كان حضر في مثلا في جلسه لرابطات حمايه الثوره وكانت دعاء الى الافراج على الموقوفين على اثر. لا احنا ضد هذا، شو الدعاء للافراج؟ ثم قضاء، ثم ملف قضائي، ثم معناها وفاه وقعت والمسؤوليه على الوفاه تثبت، واللي هو وراء سبب تسبب في الوفاه هذه قتل معناها يتحمل مسؤوليته. انا المساله مش سياسيه، هذه المساله قضائيه. دونك باش نختم السخليل خلينا نقولوا هل في صوره ما انسحاب يعني التكتل من اجل العمل والحريات من التشكيله الحكوميه المرتقبه هل يمكن اعتباره بدايه المصالحه مع انصار ومنخرطي التكتل اللي هما المعروف عليهم انهم غاضبين من ما يسمونه وحيات التكتل عن مبادئه وبرنامجه الذي كان قد وعد به؟
وما نحازش على مبادئه واهدافه. احنا كل ما في الحزب كل موقع مس بالمبادئ بخصوص مبادئ حقوق الانسان وحريه التعبير والحريه العامه والفرديه تكتل كانت عنده مواقف ثابته في الشيء هذا وتبين مع الباقي حتى داخل السلطه وقت اللي معناها جات حتى مساله البغدادي معناها المواقف التكتل كانت خاصه حتى فيما يخص التعويضات كانت مواقفه معناها هو يمكن انه الملف هذا الى حد الان معناها معناها مازال معناها ما تفتحش كما كانت بعض الاطراف تحب تفتحه معناها هذا ما حادش الوضع وانه الصوره يمكن فيها اهتزاز لانه ثم معناها سلبيات في الحكومه هذا وارد لكن المك تعرف برشا ناس تقول لك المتفرج فارس انا نطلب الناس هذيا قولوا لو لم يكن التكتل في الحكومه هذه كيفاش كانت تكون الامور رانا في استقطاب ثنائي معناها خطير ومعناها وضعيه معناها سيئه والبلاد مقسومه على اثنين فهمتني ومعناها الوضع وهذا الاحزاب الوسطيه ديما في فترات الازمات هما اللي يكونوا موضع الضغط موضع الضغط هي في الاحزاب الوسطيه واللي عندهم معناها التوجه الوسطي اللي يحاول يالف القلوب لبعضها هما اللي يكون عندهم معناها الضغط الكبير وتكون الانتقادات لاذعه من الطرفين كل واحد يقول له لا انت حقك معايا ولا الاخر سميكني با افيك موا اي كونتر موا هذا هو اللي اختار اللي مازوش يكون في تونس ما نحبوش نقسموا تونس على اثنين اللي ماهوش معايا ضدي وعدو وانا ديما نذكر اللي كانت ما نحبوش نقولوا احنا ما ثماش احداء احنا عندنا منافسين سياسيين هذا مش معناها فيها معاني كبيره راهو معناها كي تنظر المسؤول السياسي من حزب اللي انت في الحكم هو في المعارضه ولا انت في المعارضه هو في الحكم ما تنظرلوش كانوا عدو راهو تختلف النظره معناها كبيره ياسر معناها منافس الناس الكل معناها كلنا ولاد تونس كلنا نحبوا تونس فيها التنوع وناس الكل تعيش فيها وفما بلاصه للناس الكل ونمط العيش الكل ممكن وكل انسان يحترم حريته تقف معناها عند حريه الغير هذا كل ممكن معناها واحنا نعتقد انه ممكن لذلك معناها المشاركه في الحكومه كانت من منطلق هذا مش من منطلق معناها التحالف لانه ما عندناش نفس برنامج احنا حركه النهضه ولا ممكن حتى في عديد الجوانب احنا وحزب المؤتمر ما عندناش نفس البرنامج بعد ما احنا في احزاب حتى ايديولوجيا متناقضه لكن المرحله الحاليه معناها تحتم تعاد الجود الناس كل معناها الناس اللي تتصور اللي اليوم الحكومة تنجم تتغير وتجي حكومة أخرى غير نهضوية يلزمها تعمل في حسابها زادة كيف اللي زادة خروج حركة النهضة من السلطة يخلي باش يخلق إشكال للبلاد التونسية معناها هذا من الإشكالات اللي النخبة السياسية في تونس معناها تعرفها والعديد ما يحبش يقر بها في العلن هذا فما عملية مصارحة زي ما نقولوها لبعضنا معناه حزب عنده 40% من الأصوات تحطه في المعارضة ايش سهلة معناه وتحط أحزاب أخرى اللي هي معناها عندها قدامه ضعيفة معناها حتى كان لازمك تلم برشا أحزاب باش تعمل أغلبية وما تتلمش وأنا حسب اعتقادي ما تتلمش معناها هذا المسؤولية وأنك تخلي المسار في البلاد يمشي مسار حقيقي في وضعية حقيقية ونشوفه التجربة قدامنا تجربة في إيطاليا شوش بعيد إيطاليا حكومة تكنوقراط كما قالوا مدعومة من الأحزاب اللي الأحزاب أعطتها التصويت بتاعها ثم هاك الانتخابات ما خرجتش أغلبية تعرف شو الحل بتاعها ما هو من الحلول العودة إلى صندوق الاقتراع شوفوا السيناريو بتاع اليونان اللي الانتخابات الأولى ما خرجتش أغلبية رجعوا لصندوق الاقتراع هذا هو العمل السياسي في الديمقراطية تختار اليوم احنا في مرحلة انتقالية ما نجموش نرجعوا للانتخاب كان باش نعاودوا كل شيء تو نوقفوا كل شيء ونعاودوا مجلس تأسيسي جديد لا معناها وكأنه شيء مسار تتعمق الأزمة تولي أزمة مفتوحة اقتصادية واجتماعية وهي بالدولة تنتفي فيلزمنا ديما معناها أن مصلحة الوطن ومصلحة الجميع قبل مصلحة الأحزاب